تتغير، منظومه التعليم الفني كلها بتتغير، مصر سوق كبير وبها حجم شباب كتيره جدا، فكان مهم جدا من هذا التطوير، بالاضافه الى الاستثمار بقى في العنصر البشري بشكل عام، شان الاكاديميه الوطنيه لتدريب وتاهيل الشباب على القياده. ودايما بقول احنا مش بس بندرب الشباب دول، لان اولا انا كنت موجوده في الاكاديميه، ودي نقطه بس احب اقولها للشفافيه، كنت موجوده في اللجنه الاستشاريه بتاعت الاكاديميه من قبل ما ابقى اتشرف ان انا موجوده في الحكومه. والحقيقه الموضوع كان بيتم بمنتهى الشفافيه، الناس بتقدم اونلاين، بتقدم على الموقع، كل اللي كان بيتقال لنا عليه وانتم بتعملوا الاختبارات وبتختاروا راعوا البعد الجغرافي والبعد النوعي بس، عمر ما جالنا اي توصيه باي شيء اخر غير دول، راعوا البعد الجغرافي في الاختيار وراعوا البعد النووي، ودول معيارين مهمين جدا لابد ان احنا ناخدهم في الاعتبار.